حول هذا التعاون فيما بين مجلس التعاون الخليجي ومصر. من الرياض جمال الوصيف مراسل القاهرة الإخبارية معنا في هذه التفاصيل. أحييك جمال، ونتحدث وأنت متواجد في الدورة 59 بعد المئة المجلس الوزاري كما هو مكتوب في الرياض. كيف تدور المناقشات فيما يتعلق بخطة العمل المشتركة فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر؟ بالتأكيد حسان، يعني الدورة 159 لمجلس الخليجي بتشهد لقاءات تشاورية ما بين مصر والأردن والمملكة المغربية. في هذا التوقيت تحديدا تجرى الجلسة الثالثة بين مجلس التعاون الخليجي والأردن بحضور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. ربما بدأت الجلسات بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي بدأ كلمته بتقديم ترحيبه وشكره لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والتأكيد على العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج. كان هناك أيضا كلمة من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، الذي أكد على العلاقات الاستراتيجية ما بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي. هذه العلاقات وهذه الحوارات التشاورية والسياسية التي انبثق عنها مذكرة تفاهم في فبراير عام 2022، وخلال كلمته أكد البديوي أن يعني رأي وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي على ضرورة تسريع العمل وفقا لخطة العمل المشتركة المطروحة اليوم على وزير الخارجية المصري لبدء العمل في عدد من المجالات، وفندها على المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والاقتصادية، وإضافة أيضا إلى التغيرات المناخية. عدد كبير من هذه المجالات ستعمل الخطط واللجان المشتركة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي على العمل عليها في الفترة القادمة. ربما يعني غزة والأحداث فيها وتصارعها خلال الأيام والأشهر الماضية كان لها حظ كبير خلال كلمة وزير الخارجية المصري، الذي أكد على ضرورة وقف إطلاق النيران، وأن مصر تقدم المساعدات باستمرار وفتح معبر رفح المستمر وتقديم المساعدات عبر الإنزال الجوي بالتعاون مع دول مختلفة. ربما أيضا كان هناك تصريح وكلمة من رئيس الجلسة وزير الخارجية القطري، الذي قدم الشكر لمصر على تسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أكد على أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجية علاقة هامة وعلاقة أخوية وضرورية للاستقرار في المنطقة. ربما أيضا يعني تشهد هذه الاجتماعات مع وزير الخارجية المغربي ووزير الخارجية الأردني في هذا التوقيت، وأيضا التأكيد على العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا دول مع مصر والأردن والمغرب. ربما كان هناك تصريحات من وزير الخارجية المغربي وأيضا أمين العام مجلس التعاون الخليجي، الذي أكد على في كلمته في حضور وزير الخارجية المغربية على العلاقات الاستراتيجية بين دولة المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، وصرح على التأكيد بمغربية الصحراء والتأكيد على وحدة الأراضي بين الأراضي المغربية ووقوف دول مجلس التعاون الخليجي بجانب المغرب في هذا الملف تحديدا. لنعود إلى أيضا إلى تصريحات الوزير المصري سامح شكري، الذي صرح خلال كلمته على عدد من الملفات ربما أبرزها الأحداث التي تحدث الآن في قطاع غزة، وأشار إلى أن الأحداث في قطاع غزة وصلت إلى وأثرت على الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وضرورة التكاتف والعمل العربي المشترك لحل هذه الأزمة. ونوه أيضا إلى أن هذه الأزمة في قطاع غزة أوضحت ضعف المجتمع الدولي في الوصول إلى حل، بالإضافة أيضا إلى إشارة وزير الخارجية المصري إلى عدد من الملفات التي طرحها على مجلس التعاون الخليجي. ربما كان هناك الحديث عن ملف سد النهضة، الذي أكد على تعنت إثيوبيا في هذا الملف تحديدا، إضافة أيضا إلى الصومال وليبيا والسودان. نعم، يعني على هامش هذا الاجتماع طبعا سوف تتم لقاءات ثنائية فيما بين وزراء الخارجية العرب، فكيف تبدو المناقشات والملفات أيضا التي تتم في هذه اللقاءات الثنائية جمال؟
بالتأكيد هو الاجتماعات الأحادية ما بين وزير الخارجية المصري ونظرائه بشكل كامل بين مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة أيضا إلى الأردن والمملكة المغربية. في هذا السياق الملفات التي تم تحديدها ملفات أمنية واقتصادية وسياسية وأيضا أمنية، إضافة إلى التغيرات المناخية وأيضا التعليمية والثقافية، هذه الملفات التي طرحت ضمن جدول الأعمال وضمن خطة العمل المشتركة التي أكد عليها وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بضرورة التسريع العمل عليها وبدء العمل فيها سواء مع مصر أو المغرب أو الأردن. في هذا التوقيت كما ذكرت حساني، الأردن الآن في الاجتماع الخاص بها الأحادي مع دول مجلس التعاون الخليجي. الشكل العام للاجتماعات التشاورية والشكل العام لهذه اللقاءات تؤكد على تعزيز العلاقات وتعزيز العمل والتشاور السياسي الذي سيأتي بحل للشعوب، وهذا وفقا لتصريح وزير الخارجية المصري أيضا الذي أكد خلال تصريحه بأن الحوار السياسي هو الذي يأتي بنتائج وليس الحوار وليس الحلول الأمنية. نعم. عندما تحدث سامح شكري وزير الخارجية المصري في هذه السياق أكد أن الحلول الأمنية لم تأتي إلا بدمار في هذا السياق، بالضرورة لابد من العمل السياسي والتشاور في هذه الأمور ل يعني نعم. عودة نتائجها وثمارها على الشعوب العربية. صحيح. في الدورة 58 بعد 100 للمجلس الوزاري قبل هذه الدورة طبعا التي تعقد في هذه اللحظات في الرياض كما أنت متواجد فيها، كانت هناك أيضا قرارات اتخذت من خلال هذه الدورة السابقة، فهل أيضا يتم مناقشة هذه التقارير وتنفيذها على الأرض الواقع في هذه الدورة؟ بالتأكيد حسان، يعني هذه الدورة وهذه الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية بيتم مناقشة القرارات الصادرة في الدورة 158 التي كانت منعقدة في الدوحة بقطر في العام الماضي، ومن ثم مناقشة العمل على تنفيذها وآليات التنفيذ في هذه القرارات، ومن ثم رفعها إلى أصحاب السمو والمعالي والملوك قادة الدول الخليجية في الاجتماعات القادمة. أشكرك من الرياض حيث مقر انعقاد هذه الدورة الهامة، جمال الوصيف مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك جمال.